فإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وفي هذا يرى بعض الأخيار تلك المرأة الصالحة التي كان اسمها مسكينة لديهم في قريتهم، فلما توفيت رآها تمشي أمامه في حلل من حلل الجنة متبخترة، فعرفها ونادى: يا مسكينة يا مسكينة. التفتت: هيهات، ذهبت المسكنة وجاء الغنى الأكبر. قال: لا، كيف حالك؟ قالت: لا تسل عما أن أبيحت له الجنة بحذافيرها. قال: الله أكبر، بمن نلت هذا؟ قالت: بمجالس العلم ومجالس الذكر التي كنت أحرص عليها في الدنيا. قال: فلما تتبخترين هكذا؟ قالت: هذه مشية الخدام في دار السلام، هذا ما هو تبختر، معرفة الملك، أنت ما رأيت الجنة. قالت: هذا مشية الخدام في دار السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام وليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا برحمتك دارك دار السلام.